يزور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت اليوم محافظة سوهاج لتفقد عدد من القطاعات الإنتاجية والبحثية الزراعية. من المقرر أن يرافق الوزير عدد من قيادات الوزارة. هذه الزيارة تأتي ضمن جولات عدة يقوم بها وزير الزراعة لعدد من المحافظات المصرية المختلفة لتفقد المشروعات المرتبطة بالنشاط الزراعي داخل هذه المحافظات، فضلا عن زيارة بعض المراكز البحثية الموجودة في تلك المناطق. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. دكتور محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أبرز ما تتضمنه أجندة وزير الزراعة في هذه الزيارة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. الحقيقة مع الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت منستوى لي، وهو حريص على النزول إلى الزيارات الميدانية ومتابعة الموقف من خلال الملاحظة على الأرض، ونشوف ونتابع الموقف على الأرض بشكل دقيق. وده بيحصل في جولات عدة زي ما حضرتك قلت، وتم المرور على أكثر من محافظة. الحقيقة الهدف الأسمى من هذه الزيارات رقم واحد هو متابعة الأداء في المحصول الشتوي، ونشوف ونفضل مستقرين ونفضل متابعين الموقف بشكل تام، علشان نضمن أن يكون الأداء الشتوي هذا العام في المحصول الشتوي يكون على أعلى مستوى إن شاء الله بإذن الله. طبعا من أولى المحاصيل اللي بيتم متابعتها هو القمح، وزي ما حضرتك عارف كان في بعض الناس. الو معايا حضرتك؟ دكتور محمد انا سامع حضرتك، اتفضل. كان في بعض الناس كانوا بيتكلموا على ان في اصابات وفي بعض الامور اللي بتعيق القمح، لكن الحقيقه الكلام على الارض مختلف تماما. الزيارات الميدانيه بتساعد بشكل كبير في اتخاذ القرار. النهارده ان شاء الله هيكون مع الوزير بعد ما افتتح المركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف امبارح في اسيوط. ده فرع. معلش دكتور محمد، معلش، بمناسبه زراعه الاقمح حتى لا نغادر هذه الجزئيه، هل هناك معدلات او ارقام واضحه لدى وزاره الزراعه عن المساحات المنزرعه من القمح قياسا بالسنوات السابقه؟ هل تم تحديد او الوصول لسعر اردب القمح في المحافظات المصريه المختلفه لتوريده؟ هل وصلتم لاي شيء في هذا الاطار؟ طبعا هو تم رفع سعر توريد القمح هذا العام ان شاء الله ب 685 جنيه 23 انطار ونص معايره. يعني ان شاء الله باذن الله احنا بندعو الفلاحين وحريصين على 685 جنيه احنا حريصين. بس الاسعار اعتقد بتختلف او بتوضع ثلاث شرائح لدرجه النقاوه دكتور محمد. بالظبط، كل ايراد بيقل بننزل 15 جنيه، علشان كده احنا حريصين ان احنا نشجع الفلاحين وننزل زيارات ميدانيه للفلاحين ونبدا نوعي الفلاحين ونوعي المزارعين بضروره الاهتمام بعمليه الحصاد، علشان ما يكونش في اي شوائب فتقلل من سعر التوريد. فدي مهمه جدا علشان نضمن الفلاح بالكامل ياخد فلوسه بالكامل، وتمام. وكمان بيحصل تنسيق مع وزاره التموين علشان يتم حصول الفلاح او حصول المزارع على المبالغ المخصصه ليه او المبالغ المحدده ليه من توريد القمح خلال 48 ساعه ان شاء الله. فاحنا حريصين على ان يكون في يعني واقفين في ظهر الفلاح ومساعدين الفلاح، علشان خاطر الحقيقه نزود انتاجيه القمح، وان شاء الله باذن الله احنا يعني طمعانين ان شاء الله السنه دي يكون في زياده كبيره في انتاجيه القمح. طيب المساحه المزارعه قياسا بالسنوات السابقه، هل هناك احصاء في هذا الاطار ولا لا؟ احنا بنتكلم تقريبا في مساحه منزرعه هي الاكبر تقريبا، احنا بنتكلم في 3,250,000 فدان ان شاء الله باذن الله دي المساحه المزارعه هذا العام. 3 مليون وربع المليون فدان قمح سيتم توريده ان شاء الله للصوامع الرسميه في مصر. ان شاء الله باذن الله. طيب ممتاز. حضرتك كنت هتكمل عن بعض النقاط الاخرى المرتبطه بعيدا عن الزراعات الشتويه والقمح، والحديث عن ان هناك بعض المشكلات اللي اصابت المحصول، وعلى الارض حضرتك بتقول ان الامور مغايره تماما. لا الحقيقه احنا ما فيش عندنا اي اصابات دلوقتي خالص موجوده في محصول القمح، سواء في ابلي في وجه ابلي في محافظات صعيد مصر او في وجه بحري في محافظات شمال مصر. الحقيقه الموقف مطمئن تماما، الوزير بنفسه بينزل يتابع، الكاميرات بتنزل ترصد، اللجان الباحثين بتنزل تتابع الموقف على الارض عن كسب. الحقيقه مفيش اي حاجه خالص موجوده، كلها حاجات بسيطه جدا وتم تداركها بشكل كامل. معلش دكتور محمد انا اسف، لكن لجان الباحثين والمختصين اللي بينزلوا يتابعوا من وزاره الزراعه مباشره ومديريات الزراعه في هذه المحافظات، ولا من الجمعيات الزراعيه عبر المرشدين الزراعيين، ولا الاليه المتبعه في هذا الاطار بتسير على اي نسق؟ الحقيقه عندنا في حاجه اسمها مركز البحوث الزراعيه، ده في معهد اسمه معهد بحوث المحاصيل الحقليه، وعندنا معهد ثاني اسمه معهد بحوث امراض النبات. معهد بحوث امراض النبات ده هو بينزل يتابع موقف الحاله المرضيه للنباتات، ويشوف الموقف وايه الاطر المعالجه وهذا وكل هذه الامور. عندنا كمان في الوزاره في حاجه اسمها مديريات الزراعه،
وفي عندنا في وزاره الزراعه في حاجه اسمها الاداره المركزيه للمكافحه، دي بتكافح اي امراض تظهر للنبات. لكن بشكل مركزي يا دكتور محمد، يعني هل الساده والاساتذه الكبار في هذه المراكز والدوائر البحثيه سيتوجهوا مباشره لاقصى محافظات الصعيد ولاقصى محافظات الدلتا، ولا نطاق حركتهم بطبيعه الحال بحكم عددهم مثلا ستكون اضيق؟ لا، هم فعلا تحركوا على كل جمهورية مصر العربية بالكامل، في كل محافظات الجمهورية ده هم فعلا تحركوا بالتنسيق مع مدير المديريات والمحافظات اللي موجودة، وطبعا الجامعات موجودة هناك، وكمان احنا عندنا الباحثين زي ما قلت لحضرتك إضافة للإدارة المركزية للمكافحة اللي موجودة ومنتشرة وبتغطي كل الجمهورية، وشغالين وبيحصل تنسيق كامل ما بينهم، والحمد لله احنا ما عندناش أي إصابات موجودة خالص في القمح، والوزير بنفسه بينزل وبناخد الكاميرات معانا علشان تنزل ترصد بنفسها أي الوضع على الأرض بالكامل. الحمد لله احنا ما بنشوفش أي مشكلة مرضية في أي منطقة نزلناها، سواء نزلناها يعني بزيارة مرتبة أو نزلناها بشكل عشوائي، وده بيحصل بشكل كبير جدا. ما فيش ولا إصابة شفناها، والإصابات اللي بتبقى موجودة بتبقى حاجات خفيفة جدا تم معالجتها أصلا، فإن شاء الله بإذن الله ده أمر يعني متدارك ومفيش اي مشكله فيه، ومفيش اي اصابه مرضيه موجوده الحقيقه في القمح، ودي نقطه يعني نحب نطمن الساده المشاهدين على محصول القمح هذا العام. الحمد لله ان شاء الله باذن الله يكون نتائج مرضيه، وان شاء الله يكون من اعلى سنين ان شاء الله في توريد الاقمح هذا العام ان شاء الله. في الصعيد لا يمكن ان نتحدث عن الصعيد دون ان نتحدث عن زراعه قصب السكر، والمساله في اطار قد يبدو اطار جدلي، هل نستعيد بالبنجر عن قصب السكر، ولا قصب السكر سيكون موجود لكن مع تضييق مساحات زراعته بحكم انه شره نوعا ما في استهلاك المياه كما هو معلوم او كما هو متعارف عليه؟ قصب السكر هل اثيرت اي قضيه مرتبطه به مع دكتور عز الدين ابو ستيت؟ طيب الاول اسمح لي بس اقول لحضرتك ان احنا في وزاره الزراعه حريصين على التركيز على المناطق الاكثر فقرا والاكثر احتياجا في مصر او الاكثر تعرضا للرقعه الزراعيه، احنا مركزين جدا في هذه المناطق. طبعا احنا عندنا محافظات الصعيد فيها كم كبير جدا من التنميه، وعلشان نسهل قطر التنميه دي احنا عملنا هناك مركز اقليمي للاغذيه والاعلاف، وده هيكون فرع من المركز اللي موجود في القاهره، لان كان الساده المنتجين في محافظات الصعيد بيضطروا يتوجهوا للقاهره علشان يحللوا الاعلاف بتاعتهم. الحقيقه احنا دلوقتي هذا المركز اصبح موجود هناك فيسر عليهم بشكل كبير جدا، وده من الحاجات اللي تم افتتاحها بالامس. بالنسبه لموضوع قصب السكر، احنا طبعا حريصين على التوسع في كل الاراضي كل الزراعات. الحقيقه احنا عندنا بيواجهنا اشكاليه في اي زراعه بنيجي نشتغل فيها، هي او تحدي، يعني تحدي توافر المساحه الارض وتحدي توافر المياه التي تستخدم في عمليه الزراعه. دمت نقطتين احنا لازم ناخد بالنا منه. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عندنا مع الوزير استاذ الدكتور عز الدين ابو ستيت كان لسه شايف مزرعه وبيتابع الموقف فيها، بتطبق نظم حديثه للري في القصب. الحقيقه كان استهلاك الميه على مدار العام مقارنه بالبنجر مثلا هو تقريبا نفس المعدل. طيب ده بالمعالجات الحديثه للري دكتور محمد؟ كانت زراعه بالتنقيط. بالتنقيط في زراعه بالتنقيط لقصب السكر. الانتاجيه زادت بنسبه حوالي 20% الى 30%. الميه تم تقليل استهلاك الميه بنسبه كبيره جدا يكاد يعادل زراعه البنجر مثلا. طيب احنا عندنا احنا حريصين على التوسع في الزراعات بكل اشكالها وكل انواعها، وباحثين بيشتغلوا على توفير كل نقطه ميه علشان نبدا نزود كل متر او كل شبر ارض نقدر نحقق فيه تعظيم افضل للاستفاده من وحده الارض ووحده المياه، وده استراتيجيه الوزاره اللي بتشتغل عليها. الحقيقه الباحثين عندنا شغالين بجهد كبير في هذا الموضوع، واظن في ملف الارز مثلا تم استنباط مجموعه من الاصناف الجديده، في ملف القصب مثلا بنشتغل على اطر جديده في نظم الري تبدا توفر فيه استهلاك. لكن منظومات الري الحديث دكتور محمد ايضا مكلفه على المستوى المالي، عندما يتم تدشين شبكه ري بالتنقيط ري حديث يتم وضع معالجات جديده، هي مكلفه في البدايه حتى وان كان مردودها على المستوى الاقتصادي مجدي فيما بعد، ولا لا؟ طبعا هو في تكلفه ماليه ده ما فيش كلام، لكن احنا عندنا في الوزاره الحقيقه بنحاول ان احنا نوفر ده للفلاح، وبنحاول ان احنا نساعد في الموضوع ده، فاحنا عندنا في جهاز اسمه جهاز مشروعات تحسين الاراضي، والحقيقه ده بيساهم في تطوير المساحات المزارعه او الاراضي المزارعه، وبيحط الجبس الزراعي، بيبدا يساعد في تطوير الترع والقنايات اللي موجوده الصغيره. عندنا في مشروع كبير اسمه مشروع تطوير الري الحقلي اللي الوزاره شغاله فيه، وتم تطويره خلال الفتره الاخيره خلال الايام القليله الماضيه، تم تطويره بشكل كبير. احنا حريصين على توفير كل نقطه ميه
بتستخدم فيه الزراعه. عندنا كمان بنبدا نحاول نركز، وفي توجيهات من معالي الوزير للساده الباحثين في مركز بحوث الصحراء علشان يتم توفير مياه او اطر لتحليه المياه تكون ببدائل محليه، ما نستوردش الخامات اللي بنبدا نستعملها في تحليه المياه علشان نقدر نستعملها في تحليه مياه الابار ومياه البحار. الحقيقه احنا مركزين جدا في ملف المياه طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك واي تحدي في الزراعه بيقوم على حاجتين. التحدي الاول هو تحدي توفير المياه وحسن استغلال المياه، التحدي الثاني هو تحدي تعظيم الاستفاده من وحده الارض علشان نقدر نحقق اقصى انتاجيه ممكنه باقل المساحات الارضيه المتاحه عندنا. اخيرا دكتور محمد، معلش انا اسف على الاطاله، لكن باختصار لو سمحت، اذا كان هناك حديث عن مساحات بعينها يجب ان لا يتم التوسع فيها في زراعه الارز مثلا، وحضرتك اشرت الى هذه الجزئيه، هل هناك امكانيه الحديث عن الدوره الزراعيه من جديد بوضع محاصيل بعينها تزرع في محيط جغرافي بعينه، ولا المساله لن تكون مطروحه على هذا النحو في المستقبل؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا اخذنا طريق الاقتصاد الحر، والاقتصاد الحر احنا ما نقدرش ان احنا نفرض حاجه، لكن احنا بنقدر نساعد في تطوير نظم معينه او تطوير اليات معينه علشان تبدا تساعد فلاح تعظيم الاستفاده، هو له حق في الاختيار. فاحنا بنحاول نطور بدائل مثلا للتقاوي المحليه، تقاوي من اللي بنستوردها باسعار كبيره بنوفرها محليا، ده هيكون فرصه ان الفلاحين او المزارعين يبداوا يشتغلوا في انتاج بعض اصناف مثلا من الخضر. عندنا بنطور تقاوي بتزود انتاج في المحاصيل الحقليه، فدي برضه هتبقى فرصه للراغبين في تطوير المحاصيل الحقليه او في زراعه المحاصيل الحقليه ان هم يتوسعوا فيها. بنوجد اكثر من بديل، بنركز جدا على المساحات المنزرعه في الاراضي الصحراويه، وجربنا في غرب المنيا مثلا، في غرب المنيا عندنا زراعه البنجر في هذه المنطقه اللي الحقيقه كانت مبشره جدا، ودعينا كل الشركات العامله في انتاج السكر من البنجر ان احنا نبدا نزرع في هذه المنطقه، وهذه المنطقه مساحه بتعادل بحوالي 400,000 فدان، فهيكون مبشره جدا اذا تم زراعتها. عندنا كمان ادخال اصناف جديده نقدر نستعملها زي الكانولا مثلا، وده محصول زيتي شتوي فنقدر نزرعه في فصل الشتاء، فما ينافسنيش في المحاصيل الصيفيه الاستراتيجيه اللي انا بحتاجها. وبالتالي ده هيكون بديل جيد جدا لتوفير الزيوت اللي احنا بنحتاج مننا او عندنا فيها قصور بشكل كبير، ان احنا بنحتاج نستورد منها كميات كبيره، فده هيكون بديل متاح، فده هيشجع المستثمرين على ان هم يشتغلوا في زراعه مثل هذه الاصناف. الحقيقه الدوره الزراعيه اعتقد في ظل المتغيرات الحديثه والمتغيرات الحاليه اللي موجوده هيكون من الصعب المكان ان احنا نفرضها على حد، ولكن ايجاد الاليات وايجاد الادوات اللي تساعد الفلاحين وايجاد اكثر من بديل هيشجع الفلاح ونبدا نتكلم في هذا الملف، اظن ده هيكون اكثر جديه ويكون حقق انتاجيه وتعظيم الاستفاده للفلاح بشكل اكبر، وهيحقق ان شاء الله تعظيم للاستفاده من وحدتي الارض والمياه في مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي.